المزيد عن فعاليات مهرجان العالمين ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك. محمود، يعني لك أن تطلعنا على آخر التفاصيل العروض الفنية والرياضية اليوم في مهرجان العالمين. برحب بكم من مدينة العالمين الجديدة، لازلنا بنتابع معاكم كل الفعاليات المختلفة والمتنوعة في هذا المهرجان، ومع بدء العد التنازلي لوصول النسخة الثانية إلى النهاية، لكن هناك العديد من الفعاليات المتنوعة في المهرجان وفي هذا الأسبوع لكي تليق بكل جمهور وزوار مهرجان العالمين الجديدة. ربما نتواجد الآن لمتابعة اليوم الثاني من بطولة الجودو العربية التي تقام للعام الثاني على التوالي في مدينة العالمين الجديدة وضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ونتابع بعض النزالات للاعبين المشاركين من الدول العربية المختلفة. نتحدث عن 10 دول بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار يقومون ببعض النزالات المختلفة لتحقيق المراكز الأولى، وهناك حالة تشجيعية كبيرة، عدد كبير من الأسر التابعة للاعبين المصريين وأيضا بعض الوافدين من الدول العربية الذين يصطحبون اللاعبين لتشجيعهم، فهناك حالة من المنافسة الشديدة والتشجيعية الجميلة في ظل أجواء الساحرة لمدينة العالمين الجديدة. وربما هذه البطولة لها استعدادات خاصة تقام هنا على أرض مدينة العالمين الجديدة بالتعاون بين الاتحاد العربي للجودو والاتحاد المصري ووزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم كل الإمكانيات والتسهيلات لإقامة هذا الحدث الكبير والضخم في مدينة العالمين الجديدة. وربما هذا أيضا يشير إلى كل الفعاليات والبطولات الرياضية التي استضافتها مدينة العالمين الجديدة على هامش فعاليات المهرجان خلال الأيام الماضية، فيعني كنا نتابع قرعة كأس العالم لليد التي أقيمت هنا في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة بالطبع إلى دوري البادل وكرة السلة وأيضا كرة الطائرة الشاطئية. فهذه النسخة كان بها عدد كبير من تنوع الفعاليات الرياضية المختلفة التي كانت تقام على المنطقة الترفيهية، خاصة في الملاعب التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال كل هذه الفعاليات المختلفة واستقطاب أكبر عدد من الزائرين والسائحين خاصة الرياضيين. أيضا لازالت مدينة العالمين الجديدة يقام بها عدد من الفعاليات التي لازالت مستمرة على المسرح الروماني والمدينة التراثية فيما يتعلق بالحفلات الفنية التابعة لوزارة الثقافة في إطار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى الأنشطة التي لازالت تقام في المنطقة الترفيهية ليلا في هذه المنطقة فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالأطفال أو حتى بعض الفقرات الخاصة بالفرق الفنون الشعبية الخاصة بوزارة الثقافة. فنحن نتحدث عن أن النسخة الثانية أيضا كان بها يعني تنوع كبير في الفعاليات سواء الأطفال أو حتى مهرجان الطعام أو حتى الحفلات الفنية التي كانت تستقطب مختلف الأذواق ومختلف الفئات والأعمار. وربما منطقة اليو أرينا تستعد أيضا في هذه الأيام لاستقبال الحفل الختامي يوم الجمعة القادمة، وهو حفل ويجز، ومتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الحضور في هذه الحفلة، خاصة أن منطقة الأرينا من إحدى المناطق الهامة التي استقبلت عدد كبير من الفعاليات الفنية والرياضية، منها سباق السيارات والموتور ويك وأيضا الريفي توب التابع لوزارة التعليم العالي، فإذا كان هناك عدد كبير من الفعاليات. فيما يتعلق ببطولة الجودو، ربما يتم الاستعداد الآن لبدء إحدى الجولات المهمة بمشاركة المنتخبات العربية المختلفة أو الوفود العربية المختلفة، وفي هذا الجانب أيضا نرى الإقبال الجماهيري الكبير المؤازر لكل اللاعبين المتواجدين، وهي فرصة أيضا للتبادل الثقافي بين كل الدول العربية المشاركة في هذه البطولة، خاصة بين الأعمار الشبابية المختلفة. وهناك حالة أيضا من حالة التحكيم أو وجود لجنة تحكيمية كبيرة سواء مصرية أو عربية لمتابعة هذه الرياضة والتحكيم بين المتسابقين، وربما بدأت حالة التشجيع الآن لبدء النزالات المختلفة في بطولة الجودو العربية. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات خلال الخدمات الإخبارية القادمة. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل على هذا العرض الوافي والمفصل لأخبار مهرجان العالمين. وبأخبار مهرجان العالمين